وينضم إلينا من الخليل مراسل الغد رائد شريف. رائد، أهلا بك، ضعنا في تفاصيل هذا الخبر. نعم درة، منذ 15 من شهر فبراير يخوض الأسرى الإداريون مقاطعة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وذلك احتجاجا على اعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وجود 4 من الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري وملفهم السري وعزلهم كذلك في زنازين انفرادية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أمير سركجي يخوض إضرابا عن الطعام منذ حوالي 10 أيام، وهو متواجد في زنازين بتحت تكفى في الداخل الفلسطيني المحتل، وكذلك أيمن طبيش من الخليل، وسامي الجنازرة من مخيم الفوار إلى الجنوب من مدينة الخليل أيضا مضرب عن الطعام، ومصعب الهندي من مدينة نابلس. الأربعة مضربون احتجاجا على اعتقالهم الإداري وكذلك لعزلهم في زنازين الاحتلال الإسرائيلي. قرابة 450 أسيرا فلسطينيا معتقلون إداريا ويخوضون مقاطعة طبعا كل هذه المحاكم الإسرائيلية، وذلك احتجاجا على معاملة ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال لهم وللاعتقال الإداري والملف السري الذي تنتهجه طبعا إسرائيل وتحديدا المخابرات الإسرائيلية لزجهم في السجن بدعوى بأنهم يشكلون خطورة على أمن المنطقة كما تدعي النيابة العامة الإسرائيلية وكذلك المخابرات الإسرائيلية. إسرائيل أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 52 ألف اعتقال إداري، ما سواء جديد أو حتى تجديد للاعتقال الإداري، بينهم أكثر من 1000 في سنة عام ألف يعني في العام 2017، وذلك لزيادة عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي وصل إلى 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. نعم، جزيل الشكر لك رائد شريف، سنتواصل معك خلال نشرتنا القادمة لمعرفة كل جديد. كنت معنا مباشرة من الخليل.